يا قصدي الفيديوهات اللي نشرتها خلال الايام السابقه واللي قلت انه حمات الارض والعرض يفعلون كذا وكذا، وجهت اتهام مباشر وخطير وكانها اجترار لمرحله الطائفيه من جديد. هل اللي يصرخ من الوجع من كثر الضرب هو يشترى الطائفيه؟ يعني لازم يضربون بينا شلاليق وينتهكوا حرماتنا ويعتقلوا اولادنا ويغيبوهم ويأخذوهم، مرة بسبب الاسم، مرة بسبب الحقد الطائفي، مرة تنفيذا لإرادة السيد الأكبر، مرة لإرادة الجار، مرة وهم مليئة صدورهم بالحقد والبغضاء والكراهية التي نراها مع رفاق السلاح، فكيف تكون معنا؟ إيش وقت هذا الحكي؟ يعني هل الصراخ من الوجع؟ يعني لحد الآن لم أدعو للانتقام، لم أدعو للثورة، لم أقول إلا أني أنشر هذه الفيديوهات وأقول للناس هذا ما تعرضنا له. أي. ممن يتشدقون هنا وهناك بأنهم حماة الأرض ومنقذي الأعراض وإلى آخره، وقاموا وقعدوا وعيرونا بها، والله لا جابهم إن شاء الله علينا، وخرب ذيك الليلة السوداء شفناهم بها. لحظة وداعش أرحم منهم، أقسم بالله العظيم لم تفعل بأهلنا ما فعل هؤلاء الذين بعدنا ما حامين، بعدنا ما حامين. أبو يزن بعدنا.